لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الشامل في فقه الخطيب والخطبة نتناول اليوم بإذن الله تعالى مسألة جديدة من المسائل المتعلقة بفقه الخطيب والخطبة. ومسألة اليوم يعني صح أن يكون يعني عنوانها سلام الخطيب على المأمومين، سلام الخطيب على المأمومين. والمقصود من هذه المسألة أن الخطيب إذا صعد المنبر هل يسلم على المأمومين؟ فإن هذه المسألة عندنا نعم من المسلمات، لكن هل هذه المسألة فيها خلاف؟ أن إذا صعد الخطيب على المنبر قال السلام عليكم، أو السلام عليكم مثلا ورحمة الله وبركاته، هل هناك من العلماء من قال أن هذا لا يعني لا يصلح أو مكروه أو نحو ذلك أو منعه يعني، أو أن هناك هذه المسألة مسألة لا خلاف فيها كما هو متصور عند كثير من الناس؟ فإن كثيرا من الناس يتصور بعض الأمور التي صارت يعني لا تنقطع أنها عليها الدليل الذي لا يقطع بخلافها. فهذه هي مسألة اليوم، وربما فروع فيها يعني إذا قلنا بأنه يسلم على المأمومين. طيب يسلم يقول ماذا؟ يقول السلام عليكم، ولا يزيد، ولا يزيد أكثر ونحو ذلك، أو يقول تحية أخرى، أي نوع من التحية؟ نعم. قال جرت عادة عامة الخطباء في سائر الأقطار والأعصار على أن يسلموا على المأمومين بعد صعودهم المنبر، وعلى أن هذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق. غير أن عددا من الخطباء قولوا هذا هو الحق، يعني إنه ده الأفضل وده السنة، يعني كأنه غير أن عددا من الخطباء وأهل العلم يظنون أن هذه المسألة مجمع عليها بين أهل العلم، غير أن الأمر ليس كذلك، بل هي من مسائل الخلاف المشهورة، إنه الخطيب يسلم أو لا يسلم لما يعد على المنبر أو ما يطلع المنبر يعني. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، قولين طبعا جملتهم، قول يقول بأنه يسلم وقول يقول لا يسلم. القول الأول استحب جمهور أهل العلم كابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا صعد المنبر، وعند الشافعية يستحب لهم أن يسلم مرتين، الأولى عند دخوله المسجد يسلم على من هناك وعلى من عند المنبر إذا انتهى إليه، يعني في المدخل بتاعه هو داخل يسلم على الناس هو داخل، والثانية إذا وصل أعلى المنبر. وقال المرداوي من الحنابلة ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج، يعني شافعي هو المرداوي آسف من الحنابلة يقول ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج، يعني المقصود أن عند الحنابلة من يقول أيضا بأنه في استسليم على المأمومين. وقد استدل من يرى السلام بأحاديث منها ما رواه البيهقي وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة قال السلام عليكم، لكن في الحقيقة هذا الحديث حديث ضعيف. والشيخ ذكر هنا التضعيف يعني من يعني مصادر مختلفة، يعني جماعها أن هذا الحديث ضعيف، وهو السلام على المأمومين إذا صعد الخطيب على المنبر. أيضا مما استدلوا به في مسألة السلام على المأمومين ما ذكره الشافعي بقوله بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين وجلس جلستين، وحكى الذي حدثني قال استوى صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلي المستراح قائما ثم سلم، هو ده الشاهد، ثم جلس على المستراح.
قال الشيخ الشريم قال وقد رأيت أن الشافعية قد ذكر هذا بلاغا فهو منقطع. إنه تلاحظ أنت في الحديث الشافعي رحمه الله يقول بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين وجلس جلستين ثم قال الشافعي وحكى الذي حدثني، فهو يرويه بلاغا، ولذلك هذا أيضا خبر ضعيف أيضا. مما احتجوا به أيضا ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم. لكن هذا الحديث أيضا قال عنه الحافظ هو مرسل، وفي الباب عن عطاء مرسلا. لكن الشيخ الألباني يعني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث بشواهد أخرى، صحح هذا الحديث لشواهد أخرى، وهذا في الحقيقة هو الحديث الوحيد في هذا الباب، يعني ثبوت السلام على المأمومين، والعلماء مختلفون فيه، وصححه الشيخ الألباني من المعاصرين بشواهد. أما القول الثاني وهو ترك السلام يعني على المأمومين هو قول أبي حنيفة ومالك، حيث ذهب إلى أن سلام الإمام على المأمومين إذا صعد المنبر مكروه، فقد قال أبو حنيفة يكره، وقال مالك لا يسلم وأنكر ذلك. لكن أبا حنيفة ومالكا يقولان بمشروعية سلام الخطيب على المأمومين عند بداية دخوله المسجد لا عند صعوده على المنبر، قالوا أنه ما فيش مانع يسلم ودخل من باب المسجد، إنما على المنبر لم يثبت خبر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على المأمومين. ودليلهما في ذلك أنه لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع الكلام، وهذا يدل على أنه يمنعه السلام، بيقول يعني أنه إن الإمام إذا خرج ينقطع الكلام فهو لا يسلم، بما يعني ينقطع الكلام حتى الخطيب نفسه. وقال أبو جعفر الطحاوي وهو حنفي أيضا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح، وروي فيه أحاديث ضعاف، والقياس يمنع منه لأنه إذا تقدم، لاحظ العبارة دي، والقياس يمنع منه، بيقول يمنع من السلام القياس. كيف هذا؟ قال لأنه إذا تقدم للإمامة لا يسلم، والمؤذن إذا أشرف على الناس لا يسلم، فكذلك إذا صعد على المنبر. فبيقول يعني من باب القياس إنه لو الإمام بيروح يصلي بالناس بيقول لهم سلام عليكم، ما بيقولش سلام عليكم. المؤذن لما بيروح يؤذن بيقول للناس سلام عليكم قبل ما يؤذن، ما بيقول لهمش. يبقى كذلك الخطيب قياسا عليهما، يبقى الخطيب كذلك لا يقول السلام عليكم. ويتضح من الروايات السابقة أن الرواة ذكروا أن أول ما يبدأ به بعد صعود المنبر هو الجلوس، فلعل من لم يرى السلام بعد الصعود اعتمد على مثل هذا، والله أعلم. طيب خلاصة يعني المسألة، خلاصة المسألة في ذلك، خلاصة المسألة في هذا، وكما يقول الشيخ الشريم حفظه الله تعالى يقول والذي يظهر لي أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع، وأنه وإن لم يصح بخصوص الجمعة شيء عند من يضعف ذلك، فعموم الأحاديث الدالة على السلام على المسلمين تؤيد ذلك. يعني كلام مهم جدا ده، إن الأمر في سعة، نعم لم تثبت الأحاديث وهي حديث ضعيفة، لكن الأدلة العامة تدل على أن المسلم إذا التقى بإخوانه، إذا واجه إخوانه في مجلس، في طريق، في شارع، في ممشى، يسلم عليهم، والخطيب سيخرج على الناس أول ما يصعد المنبر، فالأدلة العامة تدل ابتداء على مشروعية السلام عليهم. وعموم حديث عمران بن حسين يدل على أفضلية السلام بتمامه. إيه بقى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه؟ هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث عمران بن حسين، قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس أي الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال 20. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجل ده قال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. فهذا الحديث يدل على فضيلة ماذا؟ ابتداء السلام على المسلمين عموما، دليل عام على أفضل فضيلة السلام على المسلمين. ثم فيه استدلال آخر لمسألة أخرى، وهي أنه كلما زاد الإنسان في لفظ السلام بما هو وارد كان الأجر أفضل. وعلي تأتي هنا مسألة في الختام، الخطيب إذا صعد المنبر يقول السلام عليه، يسلم أو لا يسلم؟ قلنا إنه الأولى أن يسلم، لأنه الأدلة العامة تدل عليه. ثم هناك حديث الذي مر بنا وقد صححه من المعاصرين الشيخ الألباني، وهذا يقوي المعنى أو يقوي المسألة في التأييد، يعني مسألة السلام. وأما المسألة الثانية إذا قلنا بالسلام وهذا هو بالفعل الأولى والأفضل والأدلة العامة تدل عليه أن يسلم الخطيب، طيب ماذا يقول الخطيب؟ يقول السلام عليكم، ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يقول أي لفظ آخر؟ الجواب أنه يقول لفظ السلام، لأن هذا أفضل من أي لفظ آخر في التحية. طيب يقول أي الألفاظ؟ السلام عليكم، ولا السلام عليكم ورحمة الله، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجوز له كل ذلك، وكلما زاد كلما كان الأجر أفضل، والله أعلم. فهذا الذي يعني تتلخص به المسألة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.